أدري يزعجك هذا الصمت الطويل الممتد، تخيفك هذه العبارات المقتضبة والمحكمة، يحبطك هذا البرود القاسي الذي يقتال كل لهفة فيك. وقعت في فخ المتن، منحت العينين كامل الثقة وصدقت كل ما تبدى لك، إلا أنك لم تقرأ الهامش يوما. هامش ضئيل متواري ملحق بجسم السرديات التي أقدم نفسي عبرها إليك. اليوم وبعد طول انتظار سيفصح هذا الهامش عن نفسه. أنا محمد عبد الرحمن، أستغل ازدحام الناس وتشابه ملامحي مع الكثيرين للتردد على الأماكن باستمرار دون أن يلحظني أحد. أزور المقاهي وأمشط الشوارع وأستغل المواصلات العامة، فأصطاد عن دون قصد أفكاراً ما من حديث عابر أو تصرف عفوي، لتكون عناوين وموضوعات أتشاركها معكم في بودكاست أزرق. أفكار لم تلق حظها من الانتباه، وتفاصيل صغيرة ربما تختلف نظرتنا إليها مع كل حلقة. كل ذلك كان إلهامه اليوميات المتكررة ومصادفات العشوائية. المهم والمهم جداً للأمانة أنه ربما تستمع لحلقة ذات مرة وتكون أنت صاحب الفكرة في الأساس. لم تعلمي أن العبور في الطرقات وقطع المسافة وشق الصفوف حاملاً باقة ورد تفوق في الاعتبار لحظة تقديمه ودحض المخاوف والارتباك، وأن إخراص الشكوك والانتقاء بين العبارات وتحريض الشفاه وإقناع العقل بتقبل العواقب أجدر بالاحتفاء من لحظات النطق ومزيج الإنصات الخجول، وأن تكبد عناء الإيثار ومجاهدة النفس على التغافل أو التسامح أو العطاء أثمن من لحظة فرد الكف للمصافحة أو رسم شجرة متشابكة الأفرع بالضلوع. والجدير بالتأمل أن الأغلى دائما لا يرى ولا يعلن عن نفسه، فقط يمكن تخيله، وهنا يتبدى سحر الخيال. كل الأشياء عادية إذا لم نتخيل ما وراءها، فالسر في الطريق لا في المنتهى، طريق الحكيم إلى حكمته ومعبر المتيقن إلى يقينه، وأطوار تشكل المعلن منذ أن كان سرا ينازع بين الجهر والنسيان. هامشي لم يكتب ولن أعترف به، لذا فتخيليه. هذه العبارات الرتيبة والمكررة في التحية والسلام ليست إلا انهزاما أمام اعتراف يخشى العواقب. هذا الاقتراب وما يليه من ابتعاد ومسافات شاسعة ليس إلا أن من أمامك يمتطي شعورا كالحصان الجموع، يهدأ مرة ويثور عشرات المرات، وأنت لا ترين كل هذا، لذا لا ملامة ولا عتب. لازلت أقنع نفسي أن التناقض الذي ترين هذا الذي يمنعني في حينها عن الأشياء كاملة، وخطوات التقدم التي يتبعها تراجع، وكلمات المودة المتبعة بحديث شائك، ولحظات الحضور التي يغزوها نزوع الانسحاب، برأيي هي حالة صحية واستثمار مربح وإن ارتفعت التكلفة. التناقض في جوهره ليس إلا عرضاً لصراع بين ثابتين متمكنين منك، وتناقضك المؤقت ليس إلا عملية إزاحة لمفهوم بال ومترهل ليس بالإقناع الكافي ليبقى واستبداله بقناعة جديدة نبهتك عليها الأيام. التناقض المؤقت صحي لأنه يصنع منك بعد اجتيازه شخصاً أكثر ثباتاً وأصلد يقيناً في مقبل الفرص، لأن المبادئ والمفاهيم التي ترسخ بعد النزاعات أقوى من الموروث أو المستعار. أحاول أن أتغاضى عن نظرات الاستغراب وإعذار كل من اختار الرحيل هرباً من اضطرابي، ثم أخوض رحلة البناء كاملة وأستقر. أتفهم هربك لأنني أعلم أن لا أحد
يسكن في السفن التي تؤرجحها الرياح، لذا أحاول أن أكون أرضاً إن كنت أحلم بالأشجار الباقية. يحكي: ولما اكتحلت العين بالعين كنت أرجو أن أكون صلباً ملتزماً بالسياق، ألقي التحية ثم موضوع التلاقي ثم أمضي في سبيلي. لست أدري من أي باب دلفنا إلى حلم الذي زرتيه ليلاً. انهزمت أمام نفسي 1000 مرة وأنا أمامه، مع كل كلمة لم تكن في قاموس اللقاء، مع كل سر أغواه العلن، ومع ضمائرنا التي استمرت في الاقتران وابتدرت كل الجمل. في لحظة خاطفة تحول غموض الطويل إلى إيضاح مفرط. وقفت أمامك بكامل التصورات والأخيلة، بالعبارات التي ابتلعت ونظرات العجل، بتقلبات الليل وأشعار الهوامش، بخطوات المؤجلة وانبهار المعتقل، بأحبك التي خرجت كتحية وأشتاقك التي جاءت كمزاح، بي وبك أطيافا معا، بينها الكثير في خيال المفتتن، بينها القليل كما أرى. وضعت ما أتيت لأجله أمامها وجواره، شعوري مفتخرا به رغم خروجه كما اتفق. سلمتها الأمانة ومضيت كأشجع من هزم وأجمل من خانته كلماته. غنمت مني قولا عز علي كتمانه، وغنمت نوما هادئا لا يؤرقه احتمال. أنا العنوان في جل القصص، هامشك الذي لم يرى ولن يقرأ. هذه حكايتي التي أظن أنها ستشرح تراصب قولي وغريب التصرفات، إلا أنك لم تفهمي لب الحكاية. ختاماً، كي لا أكون وحدي هنا، أجد نفسي متعاطفاً مع كل ما هو ثانوي ومهمش في الحياة، مع القصيدة الثانية في كل ديوان، ومع مشروب الكركديه الذي لم يحظى بغزل القهوة أو إدمان الشاي، ومع إعلانات المسلسلات ويوم الأربعاء وقائمة الشروط والأحكام التي لا تقرأ، أيضاً مع أهداف التعادل ومشجعي الأرسنال ومواليد يوليو وموظفي الدرجة التاسعة وطلاب المستوى الثاني وأوسط الأبناء الذين لم يكنى بهم آباؤهم ولم ينعموا طويلا في دلال الأمهات، وأخيرا مع من يضعون إعجابا على منشوراتهم ومن لم يلتفت لهم رغم المحاولات الجادة لنيل الانتباه، العالقين في الفريند زون، أولئك الذين لم يحزنوا بصريح النهاية ولم يحتفلوا بتجلي الوصول. تعاطفي مع جميع من هم على الهامش، من لم يقدم لهم أكثر من التعاطف. وصلت حلقتنا إلى نهايتها. أسعد بمشاركة الحلقة مع من تظنون أنها ستروق له من الأصدقاء، كما أسعد بتلقي تعليقاتكم وتقييماتكم على أبل بودكاست وكافة منصات الاستماع. إلى أن نلتقي مجدداً في حلقة جديدة من بودكاست أزرق.